السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نكون متابعي قناة أجندوز. زي ما قلناكم كل الأخبار الجديدة عندنا في قناتكم قناة أجندوز. اشترك في القناة، فعل الجرس، هتلاقي كل الأخبار أول بأول. النهاردة معنا خبر خاص بالأزهر الشريف، مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر الشريف. المواعيد نزلت بدري قوي يا جماعة، خلاص خلي بالكم كلمة مواعيد نزلت بدري يبقى في حاجة. المناطق الأزهرية أعلنت بناء على خطة قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد امتحانات النقل والشهادات بالأزهر للعام الدراسي 2020-2021 لجميع المراحل ابتدائي إعدادي ثانوي قراءات، وهي تكون كالتالي: الامتحانات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي للفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021. يبقى النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي للفصل الدراسي الأول يوم السبت 23 يناير 2021. تبدأ امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الخميس 14 يناير 2021. أجازة نصف العام من يوم السبت 6/2/2020 حتى 18/2/2020. حيث أن قطاع الأزهر الشريف أعلن عن التعليمات الخاصة بامتحانات أبناؤنا في الخارج بالأزهر الشريف للعام الدراسي 2020-2021 في سفارات مصر بالخارج، وتقرر فتح باب القبول أوراق الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان اعتبارا إن شاء الله من يوم 1/11/2020 إلى 17/12/2020. خلي بالك، علما بأنه لن يلتفت إلى أي ملفات التقدم، أي ملفات ترد بعد التاريخ ده خلاص ما عندهاش أي لازمة. ده كان قرار من الأزهر الشريف وقرار حاسم لمواعيد الامتحانات الابتدائي والإعدادي والثانوي والقراءات. يا ترى إيه اللي جاي؟ هيكون معانا كل جديد وكل أكيد في قناتكم قناة أجيال الأندلس. كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال الأندلس، في أمان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.